علي كي يفهم المواطن بسهولة، لاحظ معي أن حتى الزكام لما يصيب الناس لا يصيب كل الناس، ربما يصيب شخص في المنزل في العائلة، أو يصيب 3 أو 4 في الحي لما يكون زكام عادي. هذا يعني على أن مناعة الأشخاص يعني هي العامل الأساسي في التصدي للفيروس، والفيروسات ليس لديهم أدوية، جميع الفيروسات يعني حتى الأنفلونزا حتى الزكام فيروسات لا علاج لها، لأنها ليست خلايا متكاملة، هي ليست جراثيم، هي يعني هي بروتينات. فهذا يعني المناعة، طبعا المناعة هي التي ستساعد الناس. فالحجر الصحي، شروط النظافة، الخروج بالكمامات، الكلام عن بعد، اتصال عن بعد، ثم المناعة. المناعة لاحظ أن ليس هناك باحث ولا عالم عبر العالم الآن يعني تطرق إلى النظام الغذائي ونمط العيش، وهو يعني عامل أساسي وعامل هو الذي الآن يفسر هذه الاختلافات بين المجتمع الأمريكي والمجتمع العربي.